بس شفهم خنقين عاصفة بركان وطلعت وصلات كل سلام تل أبيب إسرائيل دولة أوروبية USA الموت لجمهورية خلط إسلامية إيران مربى جمهورية إسلامية إيران والعراق والكويت والسورية وتركيا والحزب الخنازير والمختدى خنزير لا عفو للمختدى خنزير لا عفو للخزعلي ولا للطيارة الصدرية لحزب الخنازير حزب الله يا حزب الخنازير أبو علي شيباني سياي أمريكا قتل أولاده أبناءه مو أولاده أبناء خوار عمامه فباقي على الأم باقي على المرقى وأولاده من بيروت لبنان بس كل قريب من يحاربون إيران صاروخ يجي على لبنان على بيروت لو عزلون هذا إلى عمل شيباني لو صاروخ يجي عليكم يا أهل شفاك ونفاك يا لبنان وبيروت هذا الصاروخ مالهيرا شيما يجي من يصير 50 مليون زوار المحرم صاروخ يجي على كربلاء نجر هذا يقول الإمام المهدي هذا يجيكم إمام الصاروخ مثل مالهيرا شيما مو إمام المهدي صاروخ مالهيرا شيما بعدين يقولون هذا صاروخ مال مهدي زمان يا أهل الشفاق والنفاق يا عرب يا جرب يا عرب يا جربان يا عرب إنا نزلناكم خنزيرا عربيا لعل تعقلون يا إمام المهدي يا إمام البطريخ طيارات الإمام المهدي ميلت مطارات هم قصدهم يوفوا أرمانية والأمريكية يا أهل الشفاق والنفاق يا أهل الشفاق والنفاق يا عرب موت لكم يا عرب الموت لكم يا عرب مربى جمهورية إسلامية إيران نعلب بروح خميني خميني أقل إمام بود چرا از فرنسا زندگي كار چرا از فرنسا زندگي كار چرا دولة أوروبية زندگي كار چرا دولة إسلامي زندگي نكار مربى خميني نعلب بروح خميني نعلب بروح قاسم سليماني نعلب بروح جلال طلباني مدى مصطفى البرزاني جلال طلباني خاك المانيا توفيت مرگ شد بر روح گور شد بر روح جلال طلباني كركوك فروخت به ايران و عراق مرجعيه الموت لكم يا جمهوري خرط ايران اشك اغلي اشك اتاتورك اردوغان انا سيگرم اشك اغلي اشك جو كردجين وكب جو